شوف طبعا دلوقتي احدى الهلال. طبعا الميزه في المجمع ده، مجمع فلاكوفو حسب اسم الحي فلاكوفو، الميزه فيه ان هو قريب جدا من او في مدينه ايليجا نفسها، داخل مدينه ايليجا، وبالتالي قريب من الخدمات وقريب من كل شيء. طبعا كذلك المنتجع صراحه يعني مو مثل باقي المنتجعات وباقي المشاريع وباقي الفلل، لان الجماعه يعني هنا بيبنوا بشكل مختلف تماما. لو انت ليك تصميم خاص وديزاين خاص وكواليتي عالي، هو ده المكان اللي انت ممكن يكون اختيارك الامثل. هتشوف الفيديوهات من داخل، هتشوف الفيلا من داخل، هتشوف التفاصيل وتقولنا رايكم. وكذلك اسال الله يا رب يبارك لكم ويزيدكم وينقصكم. الله ناخد الفيلا، اسال الله يبارك يا رب. طبعا دي نموذج من احد الفيلل. لو انت حابب كذلك تبني نفس الشكل، راح يكون المهندس اللي بنى الفيلا ممكن يبني لك نفس الموضوع. اسال الله يا رب يبارك. شايفين الصاله عامله ازاي؟ دي الصاله الاولى، وهنا عندنا فيه المطبخ. الصاله ما شاء الله واسعه جدا طبعا، وهنا الفيو بتاعها على الحديقه الخارجيه. نحاول نتفرج كل ان فيو. طبعا شغل عالي الجودة جدا في المنتج، نفس المستوى ده بالظبط يتم تنفيذه ليك. ده المطبخ. طبعا المطبخ هنا لو تلاحظوا هنا هيكون له مدخلين، مدخل من ساعة الباب الرئيسي، وهنا مفتوح على طاولة الطعام. طبعا متكامل المطبخ بالكامل. ده هنا الاطلاله او الفيو. هنشوفها دلوقتي، نطلع البلكونه ونشوف الفيو بتاعت المطبخ عامل ازاي. نسميه الدولاب السحري. ازاي؟ هذا هو، اصبح هنا ثلاجه عندك على اليمين، وهنا عندك فيصل. الان نكمل على التراس الخارجي. طبعا هنا زي ما شايفين كل شيء متوصل حتى المكيفات. طلعنا على التراس. طبعا احنا ما اتكلمنا هنا على التدفئه. هاي التدفئه، طبعا التدفئه هاي اتعملت وقت ما انت هو بيبني الفيلا، عمل تدفئه بهذا الشكل. فبالتالي انت هنا التدفئه عندك تكون من داخل البيت، فبتدي يعني بتدي شكل ان انت كنت منشأة من داخل البيت. تكون مخطط الحاجات دي كلها قبل ما تبدا انت، مش تخش بعد ما تبني مثلا دور تقول والله عاوز اضيف تدفئه، عايز اضيف اي امور زي كده. شوف التراس عامل ازاي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. احنا كنا واقفين هنا من شوية وبنصور. الآن كل المشروع متوفر فيه الآن أراضي لبناء فيلل بنفس المستوى بالظبط. هذه هي. طبعا التراس واسع جدا. شوف التراس عرضه كام؟ 4 متر تقريبا التراس بالكامل اهو. كده احنا خلصنا الطابق الأرضي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده خلصنا تصوير احدى نماذج الفيلل. الفيلل دي زي ما قلنا هي لمستوى معين. الفيلل دي لو انت عاوز مستوى من الفخامة والرفاهية، هو ده اختيارك الامثل. الفيلل طبعا كلها خشب زي ما شفتوا من الداخل. اطلالة ممتازة جدا. عندك 3 طوابق، كل طابق ما شاء الله يعني افضل من التاني. 5 غرف نوم، او عفوا 6 غرف نوم مع الطابق الارضي اللي هو عفوا تحت الارض. عندنا غرفة خدامة أو غرفة سواق حسب ما انت عايز تستخدمها. عندنا مطبخين، مطبخ للعزايم، مطبخ لأهل البيت. عندنا ثلاجة، عندنا عفوا غرفة طعام، عندنا تراس كبير جدا زي ما انت شايفين. المواد المستخدمة في هذه الفيلا لم تستخدم من قبل في أي فيلا في البوسنة. الآن احنا هذا العرض مقدمينه في هذا المنتجع فقط. باقي عندنا تقريبا 8 قطع أراضي. المخطط بالكامل اطلبه مني، هبعته لك على الواتساب وهحاول احطه لك الآن في الفيديو. تواصلوا معي دائما من اجل تفاصيل المشروع وتفاصيل التصميم. وكذلك لو انتم عاوزين تبنوا كبنيان، عندنا كذلك قطاع المقاولات لهذا المنتجع جاهز لتصميم تنفيذ نفس هذه المشاريع او نفس هذا المستوى في اي ارض انت هتحتاجها. طبعا هذه اشجار الفواكه في كل مكان في البوسنه. بسم الله.
كل فيل فيها حراسة. الكومباوند جدا راقي. لذلك حنقول هذه البيوت هي بيوت يعني لطابع معين للناس. فقام هي عنوانك الرفاهية هي هتكون معاك طول ما انت قاعد في البيت. طبعا في خدمات عندهم لاندسكيب زي ما انت شايف من كل بيت والتاني. هذا هو بالكامل مدخل هنا. كل فيلا لها مدخل بتاعها، مدخل للسيارات ومدخل للأفراد. تحياتي لكم، أنا مهندس علي من عاصمة البوسنة سراييفو. لمزيد من العروض العقارية تواصل معنا الآن، ولا تنسى ضغط زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.